السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي الأكارم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. نلتقي مجددا على الهواء مباشرة، وخليك في البيت عبر فضائية الشروق. كل تحايا لكل بيتابعونا من داخل ومن خارج السودان. خليك في البيت ساعة كاملة على الهواء مباشرة، من الساعة 2 للساعة 3، ومن الأحد وإلى الخميس، في كل المستجدات فيما يتعلق بالكورونا وجائحة الكورونا منذ بداية دخولها للسودان. والأعداد الكبيرة في تزايد واضح أسبوعيا بشكل كبير. بدأ البرنامج في بداية الشهر الكريم، وكانت عدد الحالات يوميا في العشرينات، انتقلنا للثلاثينات والأربعينات، قفزنا فجأة لعدد الستينات حالة في اليوم، وقفزنا فوق المية، والآن عندنا يومين الجمعة والسبت أصبحت الحالات 300، فوق 300 حالة. وصلنا ل 2591 حالة إصابة بالكورونا منذ بداية الجائحة، والوفيات للأسف وصلنا لعدد 105 حالة وفاة، ربنا يرحمنا إن شاء الله جميعا. المتعافين 247. كلنا عارفين إنه أصلا ما في علاج، يعني حتى المتعافين هم بكون بمناعتهم، بتقويتهم لجهازهم المناعي، بتناول البنادول عشان ينزل الحمى، لأنه معروف من الأعراض المهمة جدا اللي هي ارتفاع درجة الحرارة والنزلة، وبعد كده الجحة الجافة وفقد حاسة الشم والتذوق وغيره من الأعراض اللي يمكن كلنا حفظناه جدا. المتعافين زي ما قلنا كان عندهم أكيد، يعني يا ريت إن شاء الله في اليومين الفضلوا لنا في البرنامج نقدر نتكلم مع واحد من المتعافين نشوف الطريقة، لكن بيشوف السوشيال ميديا بيتكلموا عليه إنه بيتناولوا القرط، بيشربوا الليمون، البرتقال، فيتامين سي، طبعا كل المنتجات اللي فيها فيتامين سي هم بياخدوها. الأكل غيروا تماما برضو، مالوا للخضروات أكتر، أكل صحي بشكل أفضل، غير من الأدوية اللي ممكن تكون هي متاحة، ومن بعدها ممكن الدربات، وربنا يدي الصحة والعافية إن شاء الله للجميع. العدد كبير وغطى صراحة كل الولايات المختلفة، وعلقنا قبل كده في أنه كان حصريا الكورونا على الخرطوم، ولكن انتقلت تدريجيا إلى بعض الولايات وأصبحت حاليا في كل الولايات المختلفة. والأعداد أيضا في الولايات هي كبيرة، وكلنا عارفين السبب ممكن يكون هو شنو، الانتشار والانتقال والتنقل ما بين الولايات بعد الحظر، بنلقى أنه السيارات بتتحرك والمواطنين أيضا بتحركوا للولايات، وده كان فيه ضرر كبير جدا على بقية الولايات المختلفة. كثير من الجهات عندها دورة الإيجابي بتحاول توصل من خلاله الرسالة، وكذلك الدراما كان عندها مجموعة وسلسلة درامية مهمة جدا دكتور فيصل، و يعني مجموعة من الدراميين المميزين حنطلع نحن نشوفهم في العمل الدرامي القادم، ونرجع مرة ثانية. السلام عليكم. يا الو يا تودا كبسول، مهلك يا اخي. ان شاء طيب، شلونك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. كيف الامور؟ الحمد لله. كان كراك الحمد لله. والله بقي صعب الامور، ماشيه كيف؟ والله ماشيه تمام الحمد لله. الناس استجابوا استجابه كبيره، استجابوا لكل شيء، غسيل الايادي، التعقيم، وزيد الملمات، وكل زول يقعد في بيته حجر صحي. لكن في ناس شويه كيف الحل ده راسهم ناشف. ايوه دايرين شغل ثقيل. الزول تقول امشكي امشكي، تقول امشكي امشكي، تقول امشكي امشكي، تقول امشكي امشكي، عكس صبر بس. اي الصبر بشير، الصبر جد، وخلي بالك طويل. صح والله، المرض ده مرض خطير، كان ما صبرنا ليه ويعني وعملنا توعيه، والله الامور دارت شو كويس. والله كلامك صحيح. اي هذا المرض فتاك. نعم، انا لما خشيت الانترنت في الموبايل حقي ده، الناس دي اللي جيت في العالم يموتوا موت موت ها أر. صعب شديد، ولا بنحمله الله بإذا السودان زي ده من هذا الموت. والله يكليك مرض، انت عيالك ديل تخدهم في بيتك اصلك ما تمرق منها، بس تخلي عيالك ديل قدامك لحد ما ربنا يزيل هذا الوباء وهذا البلاء. السلام عليكم يا قادر. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا.
السلام ليست بالايادي. ليه؟ انت ما تسلم بالايادي لانه بينقل لك المرض بتاع الكورونا. مرض شنو؟ اي كورونا شنو؟ انت ما تعرف كورونا؟ لا لا. سبحان الله، من اي وادي انت؟ انت ساكن وين؟ ساكن هنا. ما سميت بإلم كبسور؟ ما مر عليك ساكن في الحي ده ما لقاك كبسور؟ يا ديتر يا حركة، لما ذكرت لي كلام، انا داير لي فول وداير لي سكر وداير زيت يا اخي. وانت داير زيت وسكر تسلم علينا؟ انا ذنبي شنو؟ يمكن عندك فيروس الكورونا. الديتر ما عندك ايش؟ ايش؟ انا نجيب ايش؟ في دكان بجيب ايش؟ الايش في الفرم. وانا اتصرف كيف يعني هسه؟ والله يتصرف يعني من الام، يعني الناس كلها بتتصرف، والناس اليومين دي في هجر صحي منزلي، كل زول قاعد في بيته، تشيل لك دقيق، تشيل لك رز، تشيل لك مكرونه، والايام دي تمر ان شاء الله يا السودان يعني يكون ما في بلاء وابتلاء. شكرا شكرا على المحاضره يا دعيتي. محاضره؟ انت بتعرف المحاضره شنو؟ انت قلت كورونا وما بتعرف، ودار كمان تقول شكرا على المحاضره؟ يا حبيب شيفنا وريك، عشان تخط الكلام ده في راسك ويكون عندك توعيه وتوريه للاخرين، لابد من انك تعرف يعني شنو فيروس كورونا. فيروس كورونا، هذا الفيروس بدا من مدينه اوهان في الصين وانتقل للعالم. هذا الفيروس يدمر الجهاز التنفسي للانسان. هذا الفيروس وسائل انتقاله للانسان، اذا هبست لك سطح، اذا سلمت على انسان، اذا لميت مع الناس الناس تلموا في حته كثيره ويتلخبطوا زي ده، كان في زول نفسه قريب من نفسك بنقول لك اذا عطس ليك ايوه يجيب لك الفيروس. دي وسائل انتقاله، وسائل التوعيه وكيفيه الوقايه منه، تشرب لك مويه كل ربع ساعه نص ساعه، وكويس معك تكون في حجر صحي منزلي تكون بينك وبين اسرتك، ومن اعراضه تشيف ولا ما تشيف. اذا الانسان عنده صداع الصداع ده ما ينزل اطلاقا، تشيف ولا ما تشيف، يقعد لك في راسك الصداع ده ما ينزل لك، وجسمك ده حار، الحمى ما تنزل نهائيا، وحلقك ده ناعشف، يكون الفيروس امتلك شط. بعد ذاك تجيك عطاس تعطس وتقح. هاي يا ظل. لا بيعتك انت عندك عندك كورونا؟ قحة عادية. قول والله. والله عادية. هاي هاي كان عندك عشان نضرب لي 90 نضرب لو صح نضرب لهم؟ لو عندك لا والله بلغ. لا عشان تنقذ غيرك. لا. امانه في رقبتك في ذمتك. لا ما عندي. اذا ما بلغت انت تبقى زول خاين بس. يمكن ربنا يشفيك هناك. شيف ادار اقول لك حاجه، كثير من الناس اجاهم مرض الكورونا وساقوهم للحجر الصحي، اذا عالجوا والحمد لله وساعدوهم ادوهم فيتامين سي وادوهم في التنفس والحمد لله مرقوا من الحجر الصحي وصحيين والحمد لله بخير. ربنا عافيك شهور عافاهم. والله انا كويس يا ايتم، وانا جميل لبسه. يا ابن الام تعال. الكلام اللي قلت لك ده تخط امانه في رقبتك. اي زول انت كان فهمت توقيه توقيه وتخط اولادك لك في بيتك، ما تمشي تجيب ايش وتتحاوم في الشوارع حتى تقلص هذا المرض وتصيب اسرتك وعيالك، لانه امانه في ذمتك. والله يا دعيتر بقيت مساعد طبي عديل انا ده. مساعد طبي؟ مساعد طبي ده يا تو ده؟ انا دعيتر ده دكتور الا ربع عديل كده. اهلا من جديد وشكرا الدعيتر وكبسور، بدونا دائما جرعه يعني توعويه في قالب درامي ممكن يكون جميل جدا، بيصل للكبير والصغير، ومعلومات مهمه جدا بتتقدم اذا كان يعني عن الوقايه، عن الاعراض الممكن تظهر، عن الممكن تقوم به وبعد ما تتاكد اصابتك، او حتى لو حاله مشتبه بها في يعني زي ما قال انه تتصل 90 90 او 221. والأهم كمان عندك أي معلومة عن المرض، لقيت شخص ما عنده معلومة يعني من الواجب عليك أنك توصل المعلومة دي للشخص الآخر، لأنه كده بتحمي بيه هذا الفرد وهذه الأسرة، وبالتالي في حماية لنطاق كبير جدا من الأشخاص الممكن يكونوا هم حوله، لأنه أي شخص ممكن يتعامل بتلقائية جدا في الحركة وبعد فترة يتفاجأ أنه عنده الإصابة بالمرض وبيكون أصاب غيره من الأشخاص. ودي مرحلة الانتشار المجتمعي، ما عارفة بعدها ممكن تكون في مراحل شنو، لكن دي تخيلي أخطر مرحلة اللي هي ممكن يحصل فيها تحور للفيروس، ما يظهر فيه أعراض للشخص المصاب، والخطورة بتبقى في أنه ما بتعرف المرض أصلاً أنت التقطته من أي مكان وجاك بأي طريقة، وممكن يروح أو ما ممكن مثلاً تتعالج، فالتفاصيل دي كلها بتكون هي ما واضحة
يعني مفترض ندعمك بشكل مسؤول اكبر من كده، لانه حتى منع لنطاق السودان فقط انه مرض ما في او في مشكله، لما تعاين للدول الكبرى ما ممكن كل العالم هو موهوم بالمرض ده. يعني اكيد ده حقيقي، ده حقيقي، المرض ده حقيقي جدا وواقعي جدا وموجود جدا. لو ما كده ما كان وقف الطيران ووقفت العمليات التجاريه ووقف التعامل وحصل انهيار للدول الكبيره دي، اذا كان اقتصاديا او صحيا، ما ممكن دي كلها تكون هي اوهام او وهمه. فبالتالي فعلا بيكون ده امر واقعي، يعني هو موجود. لكن ما اعرف، في البعض لسه بيرفض الفكره دي او بيرفض وجود المرض، رغم ال 2591 حاله ورغم ال 105 حاله وفاه. يعني بقينا نسمع عن حالات نحن بنعرفها، وصلنا للمرحله دي انه بنعرف والله فلان الفلاني ده جاته الكورونا. يعني بقينا نسمع، زمان او لحد قبل اسبوعين ثلاثة اسابيع ممكن يكون هو حديث حاصل في السوشيال ميديا او في الشاشه او عبر الراديو، ولكن حاليا اصبح هو واقع. بقينا نسمع عن فلان الفلاني بالاسماء ان هم عندهم الاصابه. يبقى امر واقع ولا بد انه نسلم به. وعشان يعني نختصر المده بتاعت الحظر، يعني الحظر حاليا تمدد من اليوم اسبوعين لقدام. لو كنا التزمنا كان ممكن احنا نعيد مع اهلنا واحبابنا، وحاليا لو ما التزمنا الاسبوع اللي بعد العيد للاسف ممكن يتزاد ثاني شهر وشهرين، وعيد الضحيه برضه نحن ممكن ما نعيد مع اهلنا. ده لو ما التزمنا الالتزام الكامل. فبالتالي محتاجين التزام اكبر من كده ومسؤوليه اكبر من كده تجاه نفسنا وتجاه اسرنا. حنتجه على وين؟ حنمشي نشوف تصريح لوزير الثقافه والاعلام الاستاذ فيصل محمد صالح كان بالامس، ونشوف نتائج ومخرجات الاجتماع، ونشوف كمان القرارات اللي صدرت، وان شاء الله نجي نعقب عليها. بعض التصريح كان مهم جدا وجاء في وقت مهم، وانا استمعت له بالامس. كنت منتظر العدد الجديد لانه 302 ده تقرير طلع يوم الاحد لحالات يوم السبت، كنا منتظرين حالات الاحد وحالات الاثنين ما طلعت، ووضح لنا هو من خلال تصريحه ليه ما طلعت. حنشوف مع بعض في المحطه التاليه. يمكن الناس قرأوا اخر تقرير عن حاله الوبائيات الذي صدر بالامس، تقرير اليوم لم يصدر بعد، ما ظلنا في انتظاره، يمكن ان يصدر في وقت متأخر نتيجة لأنه ابتدأت عمليات الفحص بقت أعداد كبيرة بتذهب إلى المعمل للفحص، وبالتالي النتائج الكلية بتتأخر. لكن يمكن تابعتم أنه آخر تقرير صدر بالأمس ليلا، عدد الحالات كانت 302 بالإضافة إلى 8 حالات وفيات. كالعادة الخرطوم تتصدر، 235 حالة في الخرطوم، 11 حالة في الجزيرة، 11 حالة في شمال كردفان، 10 في سنار، 10 في غرب دارفور، 7 في القضارف، 7 في شمال دارفور، 5 في جنوب دارفور، 4 في النيل الأبيض، 3 في النيل الأزرق، وغرب كردفان حالة واحدة. وبقى واضح جدا أنه تقريبا كل ولايات السودان الآن في وجود للمرض فيها، وإن كانت تتفاوت الأعداد زيادة ونقصانا. العدد الكلي لحالة الإصابة بالفيروس حسب لحد لحظة صدور هذا البيان هي 2591 حالة، منها 105 حالة وفاة. وكالعادة برضو الخرطوم متقدمة، عدد الحالات في الخرطوم كلها تقريبا 2109، تليها الجزيرة 140، شمال كردفان 88، ثم تأتي بقية الولايات. الحالات اللي تماثلت للشفاء 247 حالة منذ بداية ظهور المرض، لأنه حالة الشفاء أمس كانت 22، فمجمل حالات الشفاء 247. الفحص المعملي تم لحوالي 437 عينة، واللي جات منها 278 حالة موجبة، ده هنا في الخرطوم. والنسبة الإيجابية كانت 67.1%، لأنه في حالات أخرى تم فحصها في معهد النيل الأزرق في مدني 24 حالة، الموجب منها كانت منها 24 حالة موجبة من 65، النسبة 47%. قد تبدو النسبة عالية لكن نتيجة لأنه هذا ليس فحصا عشوائيا، إنما الفحص بيتم للحالات المشتبهة والمخالطة، فأصلا هم يعني احتمال تعرضوا للمرض كبير، لذلك تبدو النسبة 67% نسبة عالية
في الخرطوم و47% في مدني ايضا يمكن تبدو عاليه، لكن كما ذكرنا هذا ليس فحصا عشوائيا، لانه في بعض البلدان بيتم فحص عشوائي للناس في الشارع او في الحي او في المنطقه وبيتوقعوا انه تكون النسبه عاليه، لكن عندما تجري الفحص على حالات اصلا هي مشتبه بها او مخالطه بتبقى النسبه عاليه. ده تقريبا البند الاول اللي احنا كما ذكرتنا غشناه في اجتماع اللجنه العليا للطوارئ. بناء على ذلك اللجنة العليا للطوارئ الصحية أصدرت هذا البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللجنة العليا للطوارئ الصحية بيان رقم 3. راجعت اللجنة العليا للطوارئ الصحية الموقف الصحي بالبلاد للثمانية أسابيع الماضية ووقفت على مستوى تزايد وانتشار الإصابات وحالات الوفاة ومدى فعالية الإجراءات الاحترازية في التقليل من الانتشار. وقد تأكد للجنة من خلال التقارير الطبية التي تعدها وزارة الصحة أن العدد الأكبر من الإصابات المؤكدة والمسجلة لا يزال في ولاية الخرطوم بنسبة تفوق 80% من مجمل الحالات مقارنة بباقي الولايات. في ولاية الخرطوم تأكد للجنة أيضا فاعلية إجراءات الحظر في الحد من الزحام والاختلاط، ويعود الفضل في ذلك لتفاعل المواطنين بوعي مع الموجهات التي قدمتها السلطات، ولا بد من إشادة بصبر وتفاني القوات النظامية العاملة في تطبيق الحظر. تحذر اللجنة من أن ظروف عيد الفطر المبارك ربما شكلت فرصة لتجاوز الاشتراطات الصحية الضرورية للحد من انتشار الوباء لدى بعض المواطنين، حيث أنها مناسبة دينية عزيزة على نفوسنا جميعا، ولكن من جانب آخر ومع ظروف الجائحة يبقى من الضروري عدم المساعدة فيما يضر المجتمع ويعرضه للمخاطر، والقاعدة الفقهية المشهورة تقول لا ضرر ولا ضرار عليه. فقد وافق مجلس الأمن والدفاع على توصية اللجنة العليا للطوارئ الصحية بتمديد الحظر المطبق بولاية الخرطوم لأسبوعين آخرين ابتداء من يوم غد الثلاثاء الموافق 19 مايو 2020، مع التأكيد على عدم حركة المواصلات الداخلية وعدم السماح بحركة مركبات نقل الركاب من وإلى ولاية الخرطوم. نقدر ما تسببه إجراءات الإقلاق من ضيق على المواطنين ومن تقييد للحركة وتعطيل للمصالح، ولكن تبقى الخيارات أمامنا معدومة في مثل هذه الأحوال. عليه سوف يتكثف عمل فروع الفحص الطبي خلال مدة الحظر لكي ما تعطي المؤشرات التي تساعد على الرفع التدريجي للحظر بإذن الله. نسأل الله العلي القدير أن يرفع هذا البلاء عن الجميع، وكل عام وأنتم بخير. اللجنة العليا للطوارئ الصحية. احنا نختتم بمناشدة المواطنين أن يتفهموا أسباب هذا التمديد. قد يبدو لكثير من الناس أنه مسألة أن يسافروا من الخرطوم إلى الولايات لقضاء عيد الفطر مع أسرهم يبدو وكأنه واجب مقدس، ولكن نذكرهم أن هذا الفعل يمكن أن يكون سببا في نقل هذا المرض من ولاية الخرطوم إلى الولايات الأخرى. ولذلك نحن يعني نأمل منه الناس يقدروا أنه من الممكن أن يتسببوا بضرر لأهلهم وأسرهم اللي هم حريصين على أن يكونوا معهم، وبالتالي من الأفضل أن يحافظوا على هذا التباعد لهذه الفترة لهذه الظروف حتى تزول هذه الظروف. نأمل أنه المواطنين يتفهموا هذه الإجراءات ويستجيبوا لإجراءات الحظر. أهلا من جديد. تابعنا التصريح وزير الثقافة والإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح. يمكن الحديث كان واضح جدا، يعني حتى في ختام الحديث بقول إنه الخيارات معدومة. فعلا الخيارات معدومة لأنه الأعداد ماشية في زيادة، وزي ما ذكر نسبة تفوق 80% دي عدد الإصابات في الخرطوم بالنسبة للولايات المختلفة، والنسبة دي تعتبر كبيرة جدا. القرار زي ما هو واضح إنه تمديد للحظر لمدة أسبوعين ابتداء من اليوم الثلاثاء، يعني حيكون أسبوع قبل العيد وأسبوع العيد. العيد نفسه الناس عندها ممارسات معينة بتقوم بها، زيارات، الحركة، بتكهل الولايات للعيد. فللأسف أنه حيكون في ما في حركة ما بين الولايات، وما في حركة أيضا مواصلات داخل الخرطوم، وده لحفظ السلامة وحفظ سلامة الجميع. زي ما ذكر أنه الناس التزمت بكل القرارات دي وقدرت بقدر الإمكان يعني
تشعر بالمسؤولية تجاه التباعد الاجتماعي المفروض يحصل عشان الناس كلها تتعافى وما يكون في إصابات بشكل كبير جدا. حيكون في ارتفاع بعد كده للحظر تدريجيا، يعني نحسب أسبوعين من اليوم إن شاء الله، ومن بعدها إذا كانت الأعداد أقل ونقصنا شوية من التلتميات اللي نحن فيها ممكن يكون في رفع للحظر تدريجيا، والحياة ترجع طبيعية وكل الموظفين يرجعوا لأماكن عملهم والحياة ترجع بشيء من يعني الطبيعية. لكن إذا الأرقام حصل فيها ارتفاع زي ما حاصل من البداية وقفزنا من التلتميات لا قدر الله، فكل فترة حنكون نحن في تمديد لأسبوعين تمديد لأسبوعين لحد ما نلقى إنه الكورونا هي انتهت، وما حتنتهي لو ما الناس التزمت. حتى لو في ارتكازات في الشوارع واقفين، كل الجهات الأمنية بتحفظ الحركة، الكباري وغيره، هم ما ممكن يقدروا يحموك. انت اللي بتحمي نفسك بوعيك الكامل اتجاه المشكله الحقيقيه. ممكن تمشي لوالدك ووالدتك عشان تعيد عليهم، ولكن اعمارهم تكون كبيره، عندهم الضغط، عندهم السكري، تشيل منهم الفيروس محل ما انت كنت قاعد في الشارع في الدكان وغيره، تشيل لهم المرض، وبعد كده حتبقى في ندامه لانه في 105 وفاه. ده الرقم المسجل، ده الرقم اللي اتصل على وزاره الصحه، وزاره الصحه اخذت العينه وعرفته. في غيرهم كثير غير ال 105 يتوفوا والناس ما عارفه انه عندهم الكورونا او ما عندهم او ما عنده الكورونا، او في بعد بتعرفوا بعد ما يتوفوا، في ما بتعرفوا اصلا. ف شويه محتاجين انه نعمل حسابنا اكثر من كده ونكون موجودين في البيت. تخيل الناس اتعودت علينا تكون موجوده في البيت، اتاقلمت على الفكره دي، بالذات الشباب الرجال اللي كانوا متعودين على الحركه. ممكن يكون عندك تخلق لك برامج داخل البيت، تخلق لك كثير من التحديات ممكن تعملها وانت موجود داخل بيتك. تقدر توعي غيرك، انت كشاب توعي مثلا والدتك اللي ممكن هي تحاول تتحرك للجيران او تحاول تمشي لاهلها تزورهم. انت ممكن تقوم بدور توعي مهم جدا وتبداه انت من نفسك، تتحرك، تعمل رياضه، تحاول تشوف كل التفاصيل، العلاجات البلدية الوقائية اللي ممكن أنت تستخدمها وتجيبها عندك في البيت تتناولها أنت وأفراد أسرتك بعد الإفطار مباشرة، لأنه كل أيام والشهر الكريم حينتهي، ولكن من بعدها برضو محتاجين إحنا لأسلوب حياة جديد ومختلف وغير من الأشياء اللي نركز فيها على الوقاية من المرض والفيروس الخطير جداً. كان عندنا اتصالات مع كثير من الاستشارين والأطباء للأمراض المزمنة وقدموا لنا كثير من النصائح المهمة. حنمشي وين؟ معنا عبر الهاتف الأستاذ والخبير التربوي أستاذ أحمد المكذوب. مرحبا بك دكتور. مرحبا بك كثير يا دكتور. حديثنا يمكن عن تمديد الحظر. يعني الناس صبرت وتحبست يمكن أكثر من شهر، شهر ونص، وكان بتتمنى إنها تعيد وتتحرك، ولكن يعني جات ظروف مختلفة وتصريح وزير الثقافة والإعلام بإنه حصل تمديد مرة أخرى أسبوعين ابتداء من اليوم. الضغط الممكن يكون حاصل للأسر يعني وحاصل للأبناء وللأطفال والظروف الأسرية كلها ممكن تكون محيطة بعد القرار الجديد ده. نعم والله في الحقيقه يعني يعني الناس حيشعروا بالملل، يعني لانه الفتره طالت في البيت وكذا، وبيحتاجوا لانه يعني يكون عندهم اساليب عشان يكسروا بها الملل ده، يعني لانه هو قاعد في البيت الطفل، الاطفال يعني بالذات يكونوا موجودين الفتره دي كلها في البيت. ايوه وهم محتاجين لبرامج، محتاجين لانشطه، المدارس مقفله نحو ذلك، بالتالي هم بيحتاجوا لانه تجديد النشاط، يعني الفتره الجايه ان شاء الله يعني يكون في نشاطات جديده، تكون في يعني كسر النشاط، حتى تساعدهم في انه الروتين يعني يقضوا عليه بشكل ايجابي يعني. ايوه نعم. شنو من البرامج اللي ممكن نحن نقوم بها اذا كان هم الاهالي نفسهم محتاجين لبرنامج، لانه هم نفسهم بيقول لك احنا زهجانين، احنا ملينا، عايزين نتحركوا باي طريقه، ولكن اي حركه هي معناها اصابات جديده بالمرض. نعم والله الحركه يعني في حدود المعقول، ما تكون في مشكله، يعني مثلا حوالين البيت برا في المنطقه المناسبه المعقوله حسب تقدير الانسان ما تكون في مشكله،
إضافة لأنه يعني دي فرصة يعني للوالدين إنه يجتمعوا مع أبنائهم يتعرفوا عليهم يعني. واحدة من الإشكاليات يعني اللي بيعانوا منها بعض الأسر إنه هم ما بيعرفوا شخصية أبنائهم. يعني أنا أذكر في واحدة من المدارس في واحدة من الأستاذات كتبت عن شخصية واحد من الطلاب. فقامت أمه قالت أنا أول مرة أعرف ده معقول ده ولدي؟ يعني أيوة. هي ما عرفت فدي فرصة فرصة لهم على أساس إن هم يعرفوا أولادهم عن قرب يعني يعني دي رسالة مهمة جدا إنه الوالدين يتعرفوا على أولادهم على شخصيتهم على يعني الجوانب الإيجابية فيهم. يعني أنت لما تقعد مع ولدك أولادك الفترة الطويلة دي فرصة يعني ما ممكن ما تكرر قبل كده يعني أو ما تكون تكررت يعني يقعد معاهم. وبرضه في مفهوم احنا بنحاول دائما نركز عليه شديد يعني اللي هو انه التربيه والعلاقه بين الاب والام ما هي كلها علاقه مسيطر وتابع يعني او علاقه قياده يعني اللي هي شخص يسيطر وشخص يمثل. فلا التربيه هي قائمه على الحب قائمه على الموده قائمه على الحوار يعني والتواصل يعني دي دارينا يعني دارين الاباء سواء كان اباء وامهات يعني يوصلوا لابنائهم انه علاقتهم معهم ما هي علاقه انا بدي تعليمات وانت بس بتتلغى التعليمات في لها علاقه بتاعت الموده أيوة. علاقه بتاعت التواصل علاقه بتاعت ونسه يعني ونحو ذلك. حتى يعني سبحان الله يعني بهذه الطريقه فيها اجباء لكثير من الحاجات الحاجات النفسيه الامان الحب الانتماء التغذيف يعني الحاجات كلها تجمع بهذه الطريقه. لكن السيطره احيانا او فرض الراي ضرره كبير ضرره كبير على الطفل. الطفل ما بيشعر بالامان بيفقد الثقه في نفسه ما بيشعر بالتغذيف ما بيشعر بانه محبوب بالتالي تحصل له مشاكل كثيره. طيب دكتور يعني اغلب الامهات الفتره دي حاليا بيشتكوا من انه ابنائهم اصبحوا مدمنين جدا للهواتف اذا كان فيها نت او ما فيها يعني اذا كان فيها العاب او كانت فيديوهات وبرامج عبر النت. عايز اعرف خطوره الحاجه دي اذا كان فيها فوائد ممكن نحن نستفيد منها كيف والخطوره بتصل لحد وين؟ نعم والله شوفي الاجهزه الالكترونيه دي يعني ثبتت علميا وفي دراسات كثيره جدا ان هي بتعمل تاثير على الدماغ وبالتالي بتاثر على الجهاز العصبي وبتاثر على الصحه النفسيه والصحه الجسديه. يعني الانسان او الطفل اللي بيمارس الالعاب دي في النهايه حتكون عنده مشاكل في قدراته يعني كشخص عنده قدراته بتتراجع وعنده مشاكل في صحته لانه هو ما متحرك قاعد في مكان واحد يعني حتى سمين يعني وعنده مشاكل نفسيه يعني يشعر بالغربه والاكتئاب وكده. وهذه الالعاب خطيره جدا يعني. فالان يعني انا استحضر موقف يعني واحد طفل عمره 3 سنوات الله 3 سنوات شايل الموبايل قال بالله شوف ولد الاولاد الجيل ده يعرف التليفونات احسن مننا. فكانه يعني هي ماخذه محمده فانا ناقشته قلت لها يعني هو طفل زي ده عمره 3 سنوات ما ممكن اصلا يكون في ايده في تليفون. يعني ما مسموح له باي فتره زمنيه ممنوع خالص ولا عنده فتره زمنيه معينه ممكن والله الافضل انه الشاب ما يكون عنده اي تليفون ولا علاقه بالتليفون. لكن في الواقع ده ما حاصل يا دكتور. ها؟ ده الحال الواقع انه ده ما الحاصل يعني حتى قبل الحظر ده لما كنا نمشي مناسبات بنشوف انه الاطفال بيسكتون بالتليفون والان برضه الاطفال بيسكتون بالتليفون يعني. مشكله اطفال 3 سنوات 2 سنوات خطر شديد. يعني الطفل 5 سنوات دي المفروض كل المهارات حسيه. حسية حركية يكون عنده أنشطة حركية يعني اللعاب فيها تفكك وتركيب ألعاب بنمي فيها الحواس الإحساس والبصر وكلها. لكن الألعاب دي هي بتشيل الإدراك يعني الإدراك بتاعه ما حينمو بطريقة سليمة عشان كده حيحصل له مشاكل والتركيز بتاعه حيكون مشتت. أنا في عندي برامج البنادول الأطفال دي كل الأمهات اللي بيجوا بيشتكوا والله ولدنا عنده مشكلة في التركيز في المدرسة شكاوي من المعلمات لانه الولد عنده مشاكل ما بركز في الحصه شكاوي كذا نحن انا بقعد مع الولد لكن ما بقعد يركز في الحصه في الدرس في المراجعه كل السبب لانه هم كانوا مركزين على الالعاب دي.
انا صراحه يعني عندي تجارب شخصيه حتى والحل شايفه بسيط، يعني انه يقنعوا الاطفال دي انه الالعاب مضره، يقنعوهم بحوارات ويخلوهم يقتنعوا انه كل الالعاب دي لها ضرر كبير جدا ولها تاثير بشكل خاص. حيقولوا لك حيقول لك حنعمل شنو مثلا في الحظر ده، اليوم بيكون طويل جدا على الاطفال وعندهم طاقات وعندهم زمن وبيشعروا بالملل سريع طبعا هم. والله يلعبوا تكسك يلعبوا اي حاجه يعني دس ممكن الشاشات الشاشات برضو القنوات المخصصه للاطفال برضو فيها خطوره نفس خطوره التليفون؟ والله يعني يعني القنوات دي انا بفضل انه يعني تكون حضور الوالدين معاهم يغيروا القناه يشوفوا يختاروا لهم حاجات معينه يختاروها في الفتره الاولى يعني. بعد ما يعني 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات بعد شويه كده حينمى له المعيار يعني بعدك حد يغير البراوزر دي كويسه دي ما كويسه كده، لكن في الفتره الاولى يساعدوه على انه يحدد الحاجه كويسه يعني. الان في مشكله، الان في ناس كبار عندهم مشكله في الجاري ده ما بيعرف الحاجه اللي بتنفع ولا بتضره. صحيح يعني يعني الان محتاجين لمراقبه يعني اكثر، متابعه محتاجين مراقبه حتى ينمو المهارات دي، يعرف ما ينفع وما يضره. يعني يشاهد الحياة اللي بتنفعه ويترك المضر. نعم المضر هاي. نعم ان شاء الله. انا بشكرك جدا دكتور احمد المجدود خبير تربوي، شكرا جزيلا لك، وزي ما ذكر نستفيد من الوقت اكثر بانه نملى زمن الاطفال، لانه الحظر اتمدد اسبوعين ثاني وفي اسابيع كانت مضت، نملاهم وقتهم بحاجه هي تنمي قدراتهم بشكل افضل، حاجه ما يكون فيها ضرر، وده بكون بمتابعه لصيقه من الامهات والاباء، يعني مع انه انا عارفه انه الاسر او اغلبها اطفالهم هم بيكونوا من ضمنهم اطفالي انا برضه بيميلوا اكثر لانه يكونوا هم في الوقت اللي ما لاقين فيه لعب او كملوا شكلهم او اشيائهم كلها بكونوا هم عايزين يمسكوا التلفون بأي طريقة. بحاول بقدر الإمكان إنه أقلل من الفترة الزمنية، مع إنه دكتور بنصحنا بإنه نمنع بالذات لعمر الناس 3 و4 و5 سنوات نمنعهم تماما من إنه يمسكوا التلفون. الشاشة أو القنوات الممكن مخصصة للأطفال مسموح لهم المتابعة بعد مراقبة من الأهالي ويتأكدوا من المادة اللي هي مقدمة لهم، فعلا ممكن يكون في بث للأفكار وكثير من العنف مثلا ممكن يكون موجه للأطفال بيكونوا هم دائما يعني بيحاولوا يدوا يقلدوه. بنلقى انه سلوكيات الاطفال نوعا ما تغيرت. عموما الحظر ممكن يكون غير فيهم شويه، خلاهم شويه في العنيفين، في خلاهم ميالين للهدوء اكثر. محتاجين احنا كامهات واباء انه نراقبهم في الفتره القادمه بشكل اكبر، ولسه المدارس قدامها شهور وما طبعا ما في كورسات او في غيره. عندنا فاصل حنطلع مع بعض وحنرجع ان شاء الله حنواصل معاكم برنامج خليك في البيت. اهلا ومرحبا مشاهدينا في كل مكان. النصف الثاني من حلقتنا لليوم خليك في البيت. كان في النصف الاول نصف الساعه الاولى عندنا حديث وتصريح وزير الثقافه والاعلام الاستاذ فيصل محمد صالح حول الوضع عموما وتاخر التصريح وزاره الصحه الاتحاديه عن تقرير المتعودين انه نتابعه بالاعداد، ورجع التاخير ده للاعداد الكبيره اللي هي بتفحص اللي هم الحالات دائما بتكون هي الحالات المشتبهه او الحالات المخالطه، والفحص بيكون دائما للفئتين ديل. تخيلي لو الفحص كمان بقى اشمل واوسع وبقى زي ما في الدول الكبرى بنشوفهم واقفين في الشارع في جهاز لقياس درجه الحراره في الشارع، تخيلي الاعداد حتكون اكبر من كده بكثير جدا. ولكن الفحص في المعمل بيكون غالبا للاشتباه اللي هي لكثير من الأعراض للمرض بتكون معروفة متفق عليها واضحة، وأيضا للحالات المخالطة لحالات هي مؤكدة داخل الأسرة هم دي اللي قدموا الفحص. والأعداد الكبيرة خلت أنه التقرير اتأخر لحد الآن، ما شفنا تقرير يوم الأحد والاثنين واليوم الثلاثة، وقفنا بتقرير يوم السبت 16 مايو اللي هو كانوا 302 حالة.
وصلنا ل 2591 حالة. أيضا كان عندنا حديث مع دكتور أحمد المكذوب خبير تربوي، وحديث مهم جدا على أنه فترة الحظر حتى لو طالت ما يكون المتنفس الوحيد للأطفال هم اللي هي أجهزة التلفون، لأنه ضررها كبير جدا، بعطل عملية التفكير وتنمية القدرات والمهارات عند الأطفال. ممكن الأمهات والأباء ارتاحوا لأنه الطفل ممكن ينزوي ساعتين ثلاثة ساعات أو أكثر بالتلفون، ولكن الضرر كبير جدا بيكون على الأطفال، لأنه مصيره إن شاء الله الحظر حينتهي والمرض حينتهي والحياة حترجع طبيعية، وإن شاء الله أبنائنا عشان نضمن إنهم يرجعوا سليمين ومعافين ما يكون في أي خلل حصل لهم، بالعكس يكون في تنمية لقدراتهم. في ألعاب كثيرة، إذا البيت ممكن يكون واسع أو فيه حوش أو فيه مكان مخصص للألعاب، ممكن نخط لهم كل الألعاب بزاوية ونراقبهم هم بيلعبوا مع بعض، لأنه اللعب وابتكار الألعاب تخيلي بالأعمال اليدوية، عموما الأطفال عندهم طاقات كبيرة جدا، كل ما يتحركوا يحركوا رجولهم ويدينهم بيكون في طاقة كبيرة جدا هم بيكتسبوها وبينموا حتى تفكيرهم. لعبوا اللعبة دي بطريقة معينة، المرة الجاية بيلعبوها بطريقة مختلفة، والحاجة دي فيها فايدة كبيرة بالنسبة لهم. زهجوا ممكن يتحركوا على الشاشة، يحضروا القنوات المخصصة للأطفال فقط، ما يكون فيها عنف، يكون فيها مراقبة من الآباء، ويضمنوا المادة اللي هي مقدمة للأطفال. إن شاء الله حننتظر وننتقل لزميلنا إن شاء الله بعد شوية محمد فتح الرحمن من داخل وزارة الصحة الولائية، أكيد عنده معلومات مهمة بيقدمها لنا من كل الاستاف الموجود، ونصائح أيضا مهمة بيقدموها لنا، حتى في يعني معلومات يمكن استفدناها في الفترة السابقة من ضيوفه الأكارم. جاهز؟ هو جاهز معنا محمد؟ جاهز انتقل له. مرحبا بك يا رشا، مرحبا بالساده المشاهدين الكرام في كل مكان، وكل عام وانتم بخير. نحييكم مره اخرى من وزاره الصحه. نحن دائما في الحديث يا رشا والتحدث حول موضوع جائحه كورونا اللي اجتاح العالم اجمع والسودان على وجه الخصوص. نتمنى الصحه والعافيه والسلامه لكل المواطنين ولكل السودانيين، وزي ما بقولوا هن الدنيا قبائل العيد. نحن الآن مقبلين على أيام مباركات، أيام العيد السعيد، ربنا إن شاء الله يا رب يجعلنا جميعا في محبته وكلنا بألف صحة وعافية. نحن خاصة أنه مقبلين على العيد قصدنا أنه نجي لوزارة الصحة بولاية الخرطوم بإدارة تعزيز الصحة مع ناس غرفة طوارئ كورونا عشان يكلمونا على الإرشادات المتبعة من قبل المواطنين ليوم العيد. يوم العيد زي ما نحن عارفين كل زول لازم يقابل المريض، أو عفوا لازم يقابل اهله، او يقابل لو انت قاعد في البيت انت لازم اذا قابلته تسلم عليه بالاحضان وتصافحه. بعدين نشوف مساله المصافحه ومساله الاحضان هل عندها تاثير كبير جدا على انتشار المرض، خاصه في يوم العيد وثانيه العيد الايام المباركات. انا اسعد ان تكون معي الاستاذه صفاء السيد من غرفه طوارئ كورونا بوزاره الصحه والاداره العامه لتعزيز الصحه. مرحبا بك يا صفاء، وعيد سعيد عليكم. مرحبا بكم وعيد سعيد على الجميع، وربنا يعني يجعلنا من عتقاء هذا الشهر المبارك ان شاء الله، والأمة الإسلامية كلها ترفل في ثياب الصحة والعافية. اللهم آمين. طيب صفاء، نتكلم طبعا عن الإرشادات العامة للمصافحة ليوم العيد. والله الإرشادات العامة طبعا يعني اتكررت كثير زي ما قلنا، وقلناها في كثير من القنوات الإذاعية والتلفزيونية وشغل المحاضرات والندوات عبر المحليات، عبر أنشطتنا المختلفة في الإدارة العامة لتعزيز الصحة. نحن لازم يعني ولا بد من أنه نتبع الإجراءات البسيطة اللي بتوقينا الفيروس الخطير ده. نحن قلنا دائما بأبسط الطرق نحن ممكن نتوقع شر فيروس خطير ومسيطر يعني. فنحن عندنا غسيل الأيدي بالماء والصابون، عندنا لبس الكمامة، عندنا عدم تجنب المصافحة، تجنب المصافحة شديد يعني بقدر الإمكان يعني، صح في العيد في الأول يوم وثاني يوم وكده. حتى الصلاة طبعا يعني الناس بتيجي من الصلاة، الله أعلم يكون في صلاة عيد في الجوامع زي ما اتمنعت هاي، لكن الناس في بعض كأسر يعني بباركوا لأماتهم ولأخواتهم العيد. لكن احنا ممكن يعني ما بنقول لهم ما تصافحوا الحاجة دي، يعني نلزمهم الإلزام، لكن ممكن نلزمهم بأنه غسل الأيدي مباشرة بعد المصافح الطرفين، سلمت عليه ويغسل يده، وسلم عليك يغسل يده بالماء والصابون، إذا في معقم تكون كويس جدا يعني هاي، بعدين يعني خليك في البيت أصلا ما دار اثنين ثلاثة. يمكن يا صفاء، نحن بمؤتمر غرفة الطوارئ بالأمس سيد وزير الإعلام يتحدث إنه قال يعني ما قدر إنه يطلع الإحصائية الكبيرة للأعداد الهائلة اللي كل يوم بيتم تسجيل يعني عشرات الحالات المصابين بهذا المرض، فقال ما قدر يطلع
شكرا محمد فتح الرحمن. ممكن نتابع معه لحد ما ان شاء الله الصوره توضح ونرجع له مره ثانيه. المحور الاول مهم جدا اللي تناوله معاه الدكتوره، وهو بيتكلم عن المصافحه ايام العيد، ودي من عاداتنا السمحه جدا المعروفه انه بنمشي صلاه العيد الصباح بدري صباح الباكر، والناس هي راجعه من الجامع بتخشى بيوت الجيران، افواج كده بتسلم وبترجع لبيوتها، وبيكون في عيديه برضه العصر والظهر، يعني في فرحه كبيره جدا وواضحه. مع المعايده طبعا بيكون في المصافحه حتى ما بين افراد الاسره الواحده، بنلقى انه في مصافحه وفي معايدات وفي امنيات كثيره طيبه مقدمه ما بين كل الاطراف. ولكن المصافحه زي ما ذكرت الاستاذه انه حتى لو اضطريت انك انت تصافح ممكن في لحظتها تحاول تغسل يدك مباشره، يعني اذا شخص مد يده طبعا ما حتحرجه، حتسلم عليه وحتصافحه وحتعيد عليه، ولكن تتجه مباشره لانك انت تغسل ايديك. ولو اتمنعت المصافحه وكل الافراد بقوا واعيين جدا يكون افضل طبعا للجميع. انه الناس تتحرك من مكان لمكان، والناس تتحرك بالعربات وتعايد، لو قللناها افضل، لانه نحن اذا عملنا يمكن بشيء، يعني بعض مننا نتعامل بشيء من اللامبالاه في الفتره السابقه، وده نتج عنه تمديد اخر للحظر، والناس كانت كل امنياتها انها حتعيد مع اهلها، وانه بعد العيد مباشره حتنزل لاعمالها وترجع لحياه بصوره طبيعيه. ولكن جات ظروف مختلفه، و بقد عندنا برضه احتياطات، وبقد عندنا سبل وقايه جدا المفروض نحن نلتزم بها. فتره العيد، يعني العيد ايضا اصبح مختلف كما اختلاف الشهر الكريم. حرجع لزميلي محمد مره ثانيه، وزاره الصحه ولايه الخطوط. الساده المشاهدين يمكن يكون انت تتعرف على بقيه افراد الاسره بصوره طيبه، تقدر يعني دي مساحه ذاتها انك انت يعني تقرا كتب، تحاول تتواصل مع الناس اللي انت تلقاهم ما اتصلت معهم بالنسبه لناس البيت. طيب سؤال مهم جدا قبل ما نختم يا صفا، انه بنسمع انه في كثير جدا من الدول الان المرض اصبح ربما يقل احيانا، وفي بعض الاحيان بنسمع انه المرض بدا في ازدياد. هل نحن في السودان انتم كاداره عامه تعزيز الصحه وعندكم انتم كغرفه بتاع الطوارئ الكورونا وبتتابعوا وبتلاحقوا الاحداث حول هذه الجائحه، نقول انه نحن الان في السودان وين نحن موقعنا؟ هل نحن يا جماعه في السلامه والله نحن في الانتشار المجتمعي، والله احنا قريبا ان شاء الله المرض حيزول مننا؟ والله احنا في الانتشار المجتمعي، يعني دي باختصار. لكن احنا اذا حافظنا على نفسنا داخل البيت، الاسئله الوفيات كثرت، والوفيات بالكورونا. نحن زمان ما كان في الحي جنبك او بعديه او المنطقه كلها، مدينه ام درمان دي كلها ما بيكون فيها غير حالتين، الليله في داخل الحي بتاعك في 3 و4 متوفين بالكورونا. المتوفي ده عنده كم اسره خالطه، عنده كم اسره لاقاه، البيك المشيد على الزيت، انت ذاتك زدت العدد. يعني انا بقول انه المصاب ممكن يعدي قبيله كامله، قبيله. فنحن لازم نكون قاعدين في البيت، لازم ما نصل لا بكى لا فرح لا اي حاجه، نوقف المناسبات دي خالص، اي حاجه نختصرها. اللمه دي باي طريقه نحن نحاربها بوعي كامل، ونحن مع المجتمع في انه الحاجه دي صعبه والحاجه دي يعني فيها عقبات كثيره، لكن نحن معليش قلت نصبر ونرابط لحد ما ربنا يجعل لنا المخرج. الدول الثانيه الاصابات فيها زادت، لانه بعد ما خلاص يعني ادوا الامان انه الفيروس ده كده بدا يقل، معناها نحن نطلع الشوارع ونمارس حياتنا ونطلع السوق. اول ما كده في حالات جوا البيوت مصابه يا اخواننا، في حالات جوا البيوت في عندها الحاله وهي عندها المرض ده وما ما ما ما, ما عارفه، يعني حامل المرض ما شرط يكون ظهر على الاعراض. فبس عشان كده تاني زاولوا انشطتهم، ما خلوه وصلت مرحله الصفريه. انت ما بتدي نفسك زمن كافي انه الصفريه دي تكون بعد كم اسبوع صفر 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 صفر، معناه ما في حاله، معناه نطلع الشارع. صحيح. لكن احنا لسه في احنا يعني بجد احنا في موقف حرج، يعني ربنا يزعله السلامه. نسال الله السلامه. عموما يعني احنا في مرحله صعبه. انا يمكن كلامك ده باكد واقول انه في اذا الناس طلعت حاولت تطلع الصباح تمشي للاسواق تمشي للحتات اللي حوالينا، تلقى كمية الاختلاط وكمية الازدحام في الناس والمواصلات شغالة وكمية الناس، إلا دريت إنه يعني تتخيل إنه ما في حظر في البلد، الناس بتتداخل مع بعض المواصلات ده بسلم على الثاني. طالما إنه الآن في حظر معلن في البلاد، وطالما إنه الآن يعني كل المؤسسات في الدولة وقفت من غير عمل، لابد إنه للجهات المسؤولة خاصة الجهات القانونية تتبع الإجراءات الصارمة جدا، تمنع الاختلاط، تمنع الناس تتواصل مع بعض، تمنع يعني حتى السوق، يعني الواحد اذا مش السوق يمشي للضروره،
يعني انا شايف انه في ناس بتطلع بكميه هاي جدا، خاصه انه احنا خلاص في اواخر العشر الاخيره من رمضان، ناس بتحاول تمشي السوق كثير على سنه يعني تحاول تشتري حاجات العيد. فعموما هو الكلام يطول شرحه حول هذا المرض، ونتمنى الناس يعني تعي وتفهم هذه الرساله والدور الكبير اللي نحن بنأمل كبير على الشعب السوداني يقدر يفهم هذه الدور اللي عليه. ختاما استاذ صفاء شكرا لك، ونتمنى تدينا رساله للمواطنين، خاصه انه خلاص يعني يمكن اكثر من 3 4 5 يوم ومقبلين على ايام مباركات ايام العيد. نعم ربنا يعود علينا وعلى المسلمين بالصحه والعافيه. رسالتي والحقيقة زي ما قلت أنت، الأوضاع النظامية تلتزم بأنه تطبق الحظر بحذافيره، أي عربية مارة غير وزارة الصحة ما تمر، أصحاب التصاريح الوزارات الشغالة في الطوارئ المستشفيات، الإعلام لازم، لأنه الإعلام متابع معانا وناشر القصة دي بصورة كويسة، ويعني قول شنو هي مؤرشف مؤرشف الوباء ده كويس. فالجهات الإعلامية والغوات النظامية لازم تكون دقيقة جدا جدا في مرور العربات، ما تجامل بأي حال من الأحوال، ما يكون في مجاملة، لأنه في خطر عليهم هم ذاتهم، وفي خطر على السائق، وفي خطر على الزول الماشي عليه ده. فنحن لازم نعمل كنترول شديد، وفي البيوت يعني نكون قاعدين نصلي ندعي نقول شنو هو نزل الله اللطف والحذر واجب. انا متاكده انه نحن اذا التزمنا بالحاجات دي المرض ده حيقل وحيختفي تدريجيا ان شاء الله. شكرا جزيلا لك صفاء سيد من غرفه طارئ كورونا بالاداره العامه لتعزيز الصحه بولايه الخرطوم، كان حديث حول كيفيه التعامل يوم العيد مع الاهل والاحباب والمصافحه والمقالده وكل اشياء نحن بنعملها. نسال الله انه ربنا يحفظنا، وكل عام انتم بخير، ونقول ان شاء الله غدا اجمل باذن الله. اعود اليك من جديد رشا، خليك في البيت. محمد شكرا أستاذة صفاء، يمكن قالت حديث مهم جدا، وفيه شيء من الخطورة ممكن يكون صعب كمان، في أنه أي دولة لحد ما تصل زيرو كورونا محتاجة لفترة زمنية حتى ترجع تمارس حياتها بشكل طبيعي، لأنه في دول سبقتنا بالإصابة بالكورونا وصلت لزيرو كورونا ولكن رجعت مرة أخرى للإصابات. ونحن عشان نصل لزيرو كورونا أصلا محتاجين لمرحلة، أو دي مرحلة بعيدة جدا تعتبر، ومن بعدها محتاجين لفترة تجي فيها عشان الإصابة ما ترجع. يبقى لازم نتعايش مع الظروف الوضع الجديد اللي نحن موجودين فيه، ونسأل الله السلامة إن شاء الله للجميع، وإن شاء الله الأعداد ما تزيد، وإن شاء الله ربنا يحفظ الجميع ويديكم الصحة والعافية، ولحد ما ألاقيكم في حلقة جديدة في أمان الله وحفظه. خليك في البيت.